أهلا بيكو في الفيديو ده من محاضرة وسائل التقييم للمتدربين والمدربين كمان. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الوسائل اللي بتستخدم في أثناء أو بعد الكورس على طول زي الامتحان مثلا. في الفيديو بتاعنا المرة دي إن شاء الله هنتكلم عن الوسائل اللي بتستخدم بعد نهاية الكورس. من الوسائل دي في 4 وسائل هنا هنتكلم عنها، وهي السيرفي لما بنعمل سيرفي للتريني، وبرضو لما نعمل انترفيو للتريني او للليرنر، وسيرفيينج للامبلوير بعد نهاية الكورس، وسيرفير للترينر نفسه بعد نهاية الكورس. فالحقيقة السيرفي بتاع التريني من الحاجات المعروفة اللي من خلالها المتدرب أو الطالب بيقدر يقيم أداء الأستاذ أو أداء الكورس، وإلى حد كبير بيقول رأيه في جوانب مختلفة من خلال تقييم، سواء أن هو يقول يدي درجة مثلا من 10، أو يقول والله أنا موافق أو غير موافق، أو موافق بشكل مش قوي وما إلى ذلك. بس الحقيقة من الحاجات اللي كتير بننساها في السيرفي بتاع التريني أو الليرنر هو السيرفي للأوبجيكتيفز بتاعة الكورس اتحققت ولا لأ. دي حاجه من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، ان مثلا من الكورس بتاعنا تريننج اوف ترينرز ده، المفروض واحد من الاوبجكتيفز في الكورس هو انك تقدر تدرب، او ان انت تقدر تعد محاضره مثلا. فلما اجي بعد نهايه الكورس اقول لك انت دلوقتي شايف ان انت تقدر تعد محاضره، يا ترى انت موافق معايا على الكلام ده تماما، ولا موافق بس لبعض التحفظات، ولا مش حاسس بفرق قوي، او ليك بعض التحفظات وتميل لان انت مش موافق، او مش موافق خالص ده انا ما اتعلمتش منكم حاجة. دي من الجوانب اللي ساعات كتير بتتنسي، وهي مرتبطة بكل كورس، لازم يتحط في السيرفي في كل كورس تقييم ليا ترى المتدرب او المتعلم فعلا حس بفرق ولا ما حسش بفرق. بعد كده بيجي الانترفيو. الانترفيو قريب قوي من السيرفي. لما باجي اعمل انترفيو للطالب، خلي بالك انا هنا مش بقيم اداء الطالب بقى، انا بشوف الكورس نفسه عمل ايه سواء في السيرفي او في الانترفيو. فهنا الانترفيو قريب من السيرفي في ايه؟ في ان انا باخد راي الطالب، لكن بيبقى فيه فلكسبيليتي اكتر، بتبقى اوبن اندد كويستشنز، الاسئله اللي فيه ممكن تستخدم اسئله مش ملهاش اجابات محدده، وانما بيقول لي رايك في كذا، طيب ايه اللي ممكن نزوده. وطبعا ده ممكن يتحط في السيرفي كتابة، لكن الحقيقة الانترفيو في ميزة، وهي العلاقة المباشرة ما بين الانترفيور والانترفيوي، انك تبقى في بني ادم قاعد قدامك وبيسألك الاسئلة، ممكن يوضح لك ايه اللي مطلوب من السؤال، ومش بس كده ممكن ياخد لما من جزء من اجابتك يقوم يكلم معاك عليه، يبتدي يقول لك طب انت قلت كده ليه، طب يا ترى دي ما تنفذتش في الموضوع الفلاني، يبقى فيه انتر اكشن. فالانترفيو شبه السيرفي، لكن بيغطي جوانب تانية، واهمها الانتر اكتيفيتي، الاخذ والرد ما بين الانترفيور والانترفيوي. فبالتالي عملية التقييم ممكن تغطي جوانب اكتر ما يغطيهاش السيرفي. يجي بعد كده الامبلوير سيرفي. بنيجي النهاردة لو بعد ما انت تخلص الكورس ورجعت شغلك، اروح انا عايز اعرف والله الكورس بتاعي ده كان له فايدة فعلا، ولا الطالب انبسط وكل حاجة وكله زي الفل وخد امتياز بس ما اثرش على ادائه. في الحالة دي طبعا ده يعتبر في مشكلة في الكورس، او الكورس ملوش لازمة من اصله. فمين الاحسن واحد يقيم؟ انك بتروح لصاحب العمل، سواء هو كان بعت لك الموظف عنده عشان ياخد الكورس او الدورة التدريبية ورجع شغله، او ان هو اوريدي بعد ما خد الدورة التدريبية بتاعتك راح اشتغل في حتة ما، فبتروح تسأل المدير المباشر او صاحب العمل وتقول له والله طيب انت رأيك في اداء المتدرب ده ايه؟ يا ترى لو هو كان بيشتغل قبل كده اداؤه اتحسن،
بسبب الكورس، ولا لو ان هو لسه اول مره يشتغل عندك، طب انت شايف ان هو عارف الحته دي او بيعرف يشتغل في الحته دي كويس او بناء على مخرجات الكورس. طبعا الامبلوير سيرفي من الحاجات اللي مش سهله ابدا، لكن بالتاكيد لها قيمه عاليه، لان في الاخر اي عمليه تعليميه او عمليه تدريبيه المفروض لها هدف، وهو ما بعد النولج وسكيلز، هو الابيليتيز. الابيليتيز بيبقى صعب جدا ان احنا نقيسها، وحتى لو قسناها في من خلال الكورس في صوره بروجكت مثلا، غير لما الابيليتيز في الحياه العمليه، وده اللي يقدر يقيسه السيرفي اوف امبلوير. اخر حاجه الحقيقه في وسائل التقييم اللي بعد نهايه الكورس، اللي هو السيرفي اوف الترينر نفسه. النهارده المدرب نفسه حاسس بنفسه الى حد كبير، وهنا يبقى هو من القادرين ان لم يكن الاقدر على ان هو يقيم اداؤه في الكورس. يقيم اداؤه من وجهه نظره، خلي بالك هنا احنا كده كده تقييم الاداء بتاع الكورس بيتم من كذا وجهه نظر، سواء من خلال السيرفيز اللي بيعملها المتدرب او الامبلوير سيرفي، او لو حتى في اكسترنال مونيتور، حد قاعد بيقيم اداء الكورس، طرف ثالث بيبص على الكورس. هنا المدرب او المعلم نفسه من مصلحته ان يعمل الكورس سيرفي، الكورس ريبورت، وده كورس ريبورت ده حاجه اكبر شويه من السيرفي، هنتكلم عنها بعدين لوحدها ان شاء الله. لكن على الاقل ممكن بيملى سيرفي علشان يشوف فيه هو رايه ايه في ادائه. وهنا السيرفي ده ممكن يستخدمه كجزء من التقرير بيتقدم للجهه المسؤوله، او ان انا بعمل السيرفي ده الروحي علشان اقيم نفسي بنفسي وتابع البرفورمانس بتاعي انا بيتحسن ولا لا. طبعا من الحاجات الناس ساعات بتقولها، طب ما لما انا لو انا هقيم نفسي انا هدي نفسي امتياز في كل حاجه. طب ادي نفسك امتياز في كل حاجه، استفدت ايه؟ اكشولي انت مش ده اللي مطلوب، المطلوب ليك ولمصلحتك ان انت تحاول تكون اقرب للاتزان في عمليه التقييم، عشان في الاخر بعد ما تخلص التقييم تبص فين اضعف نقطه، وهي دي اللي حاول تشتغل عليها، واقوى نقطه وتحاول تبني عليها في المستقبل. فعمليه السيرفي والترينر من الحاجات اللي تهمنا، سواء الترينر عملها بنفسه لنفسه، او حد تاني عملها للترينر في صوره سيرفي او صوره انترفيو. الحقيقه دي الوسائل اللي حبينا نتكلم عنها. احنا اتكلمنا على 9 وسائل لتقييم الاداء، اتكلمنا على 5 وسائل بتتم في اثناء الكورس او بعده على طول، وكلمنا على 4 وسائل كلها تقريبا بتتم بعد نهايه الكورس او بعد نهايه المحاضره. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الاكيورسي والبريسيجن، اللي هم حاجات من العناصر اللي لازم تكون موجوده في وسائل القياس، ولو قلت او كانت قليله بنقول على وسيله القياس دي وسيله وحشه او ما قدرتش تقيس كويس اللي احنا عايزين نقيسه. ارجو ان احنا نكون وسائل الاسسمنت كانت واضحه بالنسبه لنا. وارجع افكرك الاسسمنت عالم كبير وعلم لوحده، كل اللي احنا قدرنا نعمله ان احنا نقدم بسرعه بعض الوسائل بتاعت الاسسمنت لغايه دلوقتي، وهنحاول نكمل كلامنا في الاسسمنت. لكن انا مش عايزك تنسى ابدا ان الاسسمنت لو عايز تقرا فيه وتجيب معلومات اكتر، في مصادر كتيره جدا تقدر تتعلم منها ان شاء الله، وتنمي قدراتك ومعرفتك بموضوع الاسسمنت. أرجو أن أنتم تكونوا معايا إن شاء الله في الفيديو الجاي عشان نتكلم على الأكيورسي والبرستيجن بتوع وسائل التقييم.